باه كما شفنا الفي اف كيف كيف زاد موجوده الفي شو. الفي شو نفسها هي بيد الفي اف. باهي خلينا نوريو الفي شو كيفاش تشتغل. نخليو الاكزامبل هذايا مثلا ونقولو في شو. كنجي لهنا تعمل في داش يعطيك شو هايك في شو. يعني هي بيدها نفسها هي بيدها. شنو معنى الفي شو؟ في شو هي انها تتحقق من الفاريابل اسكو موجوده ذاك في ريف. في ريف مثلا فيها ترو. الاكزامبل اللي خديناه بكري شويه هو بيدو نفسه بيدو في ريف. واضح؟ نجيو لهنا اوكي باه. نجيو لهنا ونشغلو الكود نتاعنا. ضالي مش باش يشتغل. اشتغل باه. في خاطر احنا عندنا الكاركتر هذا والكاركتر قمنا بحذفه على ذاك اللي قلت ماكش مش يشتغل. باه نقوم بحذفه هذا. كما تشوفوا في شو في ريف لهنا اوكي. يعني اذا في ريف هذه فيها ترو يعطينا اوكي، اذا فيها فولس ما يظهرناش. باه بحكم فيها ترو باش يعطينا اوكي. باه ايش نغيروها فولس. نعمل كنترول اس طبعا مش بتشوفوا حد شيء. واضح؟ هذه اش معناها في شو. في شو تخدم على الترو والفولس. الاكثريه مع الترو والفولس تخدم كيما الفي اف بالضبط. ان شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو. هذا اش معناها في شو اللي هي بدا في اف. يلا نتقابلوا في الفيديو اللي بعده.